لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، بغداد ومحافظات أخرى تغرق للمرة الثانية خلال أسبوع. في صحيفة الزمان، الأمم المتحدة تطالب الكاظمي بحماية المتظاهرين وإنهاء مظاهر العنف والفوضى. في العرب اللندنية، مقتدى الصدر يفشل في احتكار الشارع وضبط حركة الاحتجاجات. في موقع عربي 21، هجوم صاروخي على منشئة نفط عراقية. في الواشنطن بوست، مخاوف عراقية من مواجهة أمريكية إيرانية قبل رحيل ترامب. وفي شبكة CNN، عوامل تقوض اندلاع حرب شاملة رغم الضغوط على إيران. وفي صحيفة الأوبزيرفر، شهادات مروعة لانتهاكات الجيش الإسرائيلي. السلام عليكم. أحدث الجماعات التي ظهرت في المشهد العراقي جماعة أطلقت على نفسها تسمية ربع الله، وكلمة ربع في العامية العراقية تعني جماعة، أي أنهم جماعة الله. أحدثت سلوكيات هذه المجموعة وخلفيات أفرادها الاجتماعية والعقائدية تختلف نوعا ما عن بقية الجسد السياسي المطروح في مضمار الفعل السياسي. قيادة المجموعة غير معلنة بشكل واضح، طريقة عمل وتحشيد الأنصار في هذه المجموعة تكاد تكون مخفية، لكن الشيء الأبرز هو تشابه عمل المجموعة مع عمل ما يعرف بقوات تعبئة الفقراء والمستضعفين أو الباسيج الإيرانية. فلماذا ظهرت هذه المجموعة الآن؟ وما هي الأدوار المنوطة بها؟ وما هي الفصائل الداعمة لها؟ وهل هي مجرد ميليشيات تضاف إلى قائمة الميليشيات الولائية في العراق؟ مقال للكاتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي. نفذت جماعة ربع الله مؤخرا عدة أعمال ما أدى إلى تسليط الضوء عليها، إذ يصفها خبراء الجماعات الإسلامية بأنها مجموعة حديثة التشكيل، لكنها منظمة بشكل يوحي بأنها مرتبطة بجماعات أقدم وأكثر تنظيما. ويسود اعتقاد كبير أن هذه الجماعة تابعة أو مرتبطة بميليشيا كتائب حزب الله العراقي، وقد يكونون فرعا من مديريتهم الإعلامية. وحسب خبير الجماعات المسلحة العراقي سلمان دهام، فإن هجمات هذه المجموعة تحمل نسقا واحدا، فهي تبدأ بالتحريض من خلال عشرات الحسابات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي للإيحاء بأن القضية التي تهاجمها مطلب شعبي، وتنتهي بإحراق مقرات أو قنوات فضائية تعد معادية لها. وربما كان الجانب الأخطر في الأمر هو تورط هذه المجموعة مع ما بات يعرف بخلايا الكاتيوشا التي تطلق صواريخها على الهيئات الدبلوماسية وأماكن وجود القوات الأمريكية العاملة في العراق. وربما كان الاسم الأهم الذي يتردد مع ذكر مجموعة ربع الله هو حسين المالكي المعروف بأبو خميني. وعلى الرغم من كونه شابا صغير السن، إلا أن أبو خميني يعد اليوم من بين أهم الشخصيات المدعومة إيرانيا في الساحة العراقية، فقد أسند إليه منصب المنسق العام لحزب الله العراقي فضلا عن منصب مسؤول استخبارات قوة حزب الله. ومن أبرز العمليات التي نفذتها جماعة ربع الله عملية إحراق قناة دجلة طرب التلفزيونية وتكسير معدات القناة لأنها كانت تبث أغاني في أيام محرم. كما هجم ملثمون تابعون لربع الله قناة NBC عراق، وكذلك أحرقوا مقر الحزب في بغداد. ويتم تصوير هذه الهجمات بالفيديو لتبث على اليوتيوب وعلى منصات التواصل الاجتماعي المقربة من ربع الله، فهل بتنا وفق هذا الحراك الميليشياوي بالقرب من التعامل مع الباسيج العراقي؟ الطائفية في العراق بدأت بالتآكل بفعل الخراب الذي أنتجته وفقدت العديد من الجهات ذات التأييد الشعبي المعتبر شعبيتها، لكن أطرافا ما زالت تحتفظ بقواعدها الجماهيرية المبنية على التشدد،
وهي مستمرة في ضرب الديمقراطية وتطورها بمواصلتها تغذية الاستقطاب العدائي. جاء ذلك في مقال الكاتب زي وليد في موقع الترا عراق. في الحالة الشيعية أسهم وجود آخر متطرف عنيف يستخدم الإرهاب غير المحدود ضد الشيعة في تقليل أو تأجيل غضب الجمهور تجاه حركاتهم وأحزابهم، خاصة مع الفشل في البناء والإعمار والعيش الكريم وتوفير الخدمات مقارنة مع الإقليم الكردي. مع أن استحواذ الطائفة على رأس الجهاز التنفيذي والخراب والفساد الهائل العلني كان عاملا حاسما في إضعاف القدرة على التحشيد، بقيت أحزاب كثيرة تحتفظ بقاعدة جماهيرية مع الانهيارات الأمنية المتعاقبة والنتائج المذكورة أعلاه. لكن الفارق عن الكرد كان في مفصلين حاسمين: الأول هو اصطدام الخطاب الطائفي المتشدد ضد الآخر بصفقات وتحالفات معلنة مع هذا الآخر ذاته، فمبررات الجانب الكردي وتغذية حلم الانفصال المؤجل. أما الثاني فهو مشاركة التيار الصدري في الاحتجاجات، والمفارقة هنا أن التيار بات الآن الطرف الأكثر استخداما للخطاب المتشدد، ولكن ليس ضد الطائفة الأخرى بل ضد طائفة اخترعها هو وأطلق عليها الفاسدون في تشرين. وبعد أن شد جمهوره ضد الآخر من الطائفة ذاتها لأسباب عديدة في الانتخابات السابقة، نتوقع وهو قد بدأ الآن أن يحشد قاعدته الجماهيرية في الانتخابات القادمة ضد التشرينيين أو العلمانيين الذين يريدون إفساد المجتمع وتقاليده ويتآمرون مع الأمريكان ضد العراق والإسلام، وهي استراتيجية ستجعله الأقوى بين أقرانه في المرحلة المقبلة. الحالة الكردية استخدمت الأحزاب المتشددة الخطاب القومي المتشدد ضد العرب وبغداد في المراحل كافة، حين أعطتها الأحزاب العربية الكبيرة ما تريد من مواد الدستور وما تريد في وزارات الدولة، وحين أغرقتها في وقت الموازنات الانفجارية، وحين قطعت عليها الأموال السخية بفعل الأزمة الاقتصادية، وحين عادت في زمن عادل عبد المهدي إلى دلالها السابق. الثابت الوحيد هو وجود آخر يجب أن نكرهه، وقد نجحت هذه الاستراتيجية في إسكات الشعب الكردي عن تردي حالته المعيشية وتأخر واستقطاع الرواتب. بالأمس كان عربون الفوز بمنصب رئيس الوزراء ينحصر في تقديم فروض الولاء والطاعة إما للمحتل الأمريكي أو الفارسي أو لكليهما. أما بعد قيام ثورة تشرين العظيمة فقد أصبح عربون الفوز هو التعهد بإنهائها، ولو تمكن عادل عبد المهدي من إنهاء الثورة لاحتفظ بمنصبه كرئيس للوزراء، بل وضمن ولاية ثانية وثالثة ورابعة، وخلد اسمه من قبل أشرار العملية السياسية في سجل الأبطال باعتباره المنقذ الذي جنبهم مواجهة مصيرهم الأسود. عن مقتدى الصدر وحربه ضد الثورة كتب عون القلمشي في مجلة الجاردينية: قد وقع مقتدى بعد قراره هذا في شر أعماله، وستشهد المرحلة القادمة سقوط مقتدى المريع وتطوى صفحته وتمزق لترمى في مزبلة التاريخ. فالثورة ليس كما تخيلها مقتدى هدفا سهلا، وإنما صعب المنال، ليس من قبله وإنما من قبل كل أعداء الثورة وما يمتلكونه من جيوش وسلطة ومال. أما ما يشيعه أتباعه هذه الأيام بأن الثورة خف صوتها وقل زخمها وانكفأت إلى داخلها، أو أنها انتهت ولم يبق منها سوى أصوات متفرقة، أو أنها قبلت بتسليم زمام أمورها بيد حكومة الكاظمي، فهؤلاء في ضلال مبين. فالثورة في طور التجذير في معظم المدن العراقية، وتحظى بتأييد كل طبقات الشعب العراقي وفئاته الاجتماعية المختلفة ومذاهبه المتنوعة، فضلا عن حجم القوة التي تتمتع به والإرادة والشجاعة والاستعداد للتضحية التي أصبحت أبرز سماتها. والأهم من ذلك كله أن الثورة مصرة على تحقيق كامل أهدافها، وفي مقدمتها إسقاط العملية السياسية برمتها. وخير دليل على ذلك لم تكتفي الثورة بتسقيط حكومة المجرم عادل عبد المهدي، وإنما رفضت الكاظمية خليفة له،
ولم تخدع بالتعديلات الجزئية لقانون الانتخابات ولا بكذبة إجراء انتخابات مبكرة لعدم الوفاء بشروط الثوار. وفي هذا السياق تقدم مقتدى الصدر ليكون الفارس الذي يأتي برأس الثورة مرفوعا على رمحه ويحقق حلمه بإزاحة جميع منافسيه عن طريقه، ويكون القائد الأوحد للبيت الشيعي وللعراق كله، أو يجعله عراق الصدريين كما قال. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا ترجمته عربي 21 تناول مخاوف عراقية من اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الأسابيع الأخيرة من رئاسة الرئيس دونالد ترامب. أخبر الرئيس ترامب مستشاريه بأنه مستعد لإصدار أمر مدمر ردا على قتل أي أمريكي تقف إيران وراءه. ومع تزايد التوتر فإن هناك قلقا من أن تؤدي الأفعال الاستفزازية إلى نزاع غير محسوب العواقب. وقال ساجد جياد الباحث العراقي والزميل في مؤسسة القرن: كحكومة نعتقد أن العراقيين يتمنون إغلاق أعينهم كي تتم هذه الفترة سريعة. وتزايد التوتر الجمعة مع قتل عالم الذرة الإيراني محسن فخريزادة قرب العاصمة طهران في عملية اتهمت فيها الحكومة الإيرانية إسرائيل بالضلوع فيها، وبعد هجمات صاروخية ضد السفارة الأمريكية. نفت كتائب حزب الله مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إن الهدنة لا تزال سارية المفعول، مما يكشف عن انقسام داخل الميليشيات ومخاطر اتخاذ جماعات قرارات فردية. وجاءت العملية في الفلوجة بعد أسابيع من الضغوط التي مارسها المسؤولون الأمريكيون على الكاظمين للسيطرة على الميليشيات التي تدعمها إيران. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن إغلاق السفارة لا يزال قائما وطلب من أفرادها الاستعداد لعدة سيناريوهات. وقال معدا التقرير لويزا لافلاك ومصطفى سالم إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتعرض لضغوط من المسؤولين الأمريكيين لتصعيد ملاحقة الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق. ناقش تقرير عده ناك بانوت والش محرر شبكة CNN لشؤون الأمن الدولي فرص اندلاع حرب شاملة في ظل تعرض إيران لمزيد من الإذلال عقب اغتيال عالمها النووي محسن فخري زادة، ذاكرا في الوقت ذاته عدة عوامل تتعلق بأطراف الصراع تجعل الحرب الشاملة مستبعدة وفق وجهة نظره. على صعيد الولايات المتحدة فهي اللاعب الأقل مشاركة لكنها اللاعب الأكبر. ربما يبذل فريق الرئيس دونالد ترامب كل ما في وسعه لاستفزاز وإضعاف المتشددين الإيرانيين، لكن الصراع الواسع مع طهران لا يتماشى تماما مع أجندتهم طويلة المدى. إنهم مشغولون بمغادرة أفغانستان والعراق بسرعة، لقد سعوا إلى إنهاء الحروب التي لا تنتهي. ومن المرجح أن يؤدي الصراع الشامل مع إيران إلى اندلاع حريق آخر مع وجود دبلوماسيين أمريكيين في المنطقة وإسرائيل في خط النار أمام صواريخ حزب الله أو الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى. ولهذا السبب لم تصل الإجراءات الأمريكية إلى حد ضرب إيران نفسها، بل تريد إدارة دونالد ترامب إثارة أكبر قدر ممكن من الكراهية لجعل المصالحة المستقبلية مستحيلة. وفي حين أن رئيس المنتخب جو بايدن يريد إعادة إطلاق الاتفاق النووي لعام 2015 والذي يفترض أن يكون أوسع قليلا في نطاقه وبشروط أكبر، يقول والش: لقد تضطر إيران خلال ذلك الوقت إلى تحمل محاولات عدوانية أخرى لإحراجها لجعلها تبدو غير قادرة على الدفاع عن نفسها وكبار مسؤوليها بشكل صحيح حتى نرى الجميع في النهاية على طاولة المفاوضات. ويقول التقرير أن الهدف الواضح لأعداء إيران وربما إيران نفسها خلال الأيام المقبلة حتى تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن هو عدم بدء صراع شامل. نشرت صحيفة أوبزيرفر تقريرا عن شهادات لمنظمات حقوقية إسرائيلية اتهمت فيها جيش الاحتلال بترويع الفلسطينيين واقتحام منازلهم بشكل وحشي منتصف الليل.
احتوى التقرير على شهادات من الجنود والأطباء والعائلات الفلسطينية قالوا فيها إن القوات الإسرائيلية تدخل البيوت الفلسطينية نحو 250 مرة في الشهر للقيام باعتقالات والتفتيش لأغراض أخرى مثل فهم طبيعتها واستخدامها كنقاط للمراقبة والبحث عن الأموال والأسلحة والمعلومات الأمنية. وتحدث الجنود عن أن التخويف والاستفزاز هو الهدف الوحيد من الاقتحامات الليلية، وهو زعم نفاه جيش الاحتلال الإسرائيلي. وجاء في التقرير الحقوقي الذي استمر إعداده عامين وشاركت فيه مجموعة كسر الصمت ويشدين وأطباء من أجل حقوق الإنسان أن ممارسات جيش الاحتلال تؤدي إلى آثار نفسية سيئة، وهي دائما ما تأتي دون أوراق تفتيش رسمية، وقد تصل في طبيعتها بحسب الباحثين إلى درجة خرق القانون الدولي. ونقلت الصحيفة عن أفنير جيرافاهو المدير التنفيذي لمنظمة كسر الصمت الذي كان برتبة شاويش في الجيش الإسرائيلي وقام بمداهمات أن التقرير يكشف صورة على الاحتلال التي عادة ما يتم إخفاؤها عن الرأي العام. وبالنسبة للبعض مثل فضل التميمي إمام مسجد النبي صالح في الضفة الغربية، فالمداهمات الصهيونية يعني أمر عادي ومنذ 20 عاما، ونسي عدد المرات التي دخل فيها الجنود بيته، ويتحدث الناس عن ضغوط نفسية تستمر لأسابيع بعد المداهمة. في ظل الإنفلونزا الإسبانية قبل أكثر من 100 عام أصيبت بها وهي رضيعة، وبعد أن تجاوز عمرها القرن أصيبت بفيروس كورونا وتغلبت عليه أيضاً. هذا ملخص قصة المعمرة الإيطالية ماريا أورسينجر التي أتمت عامها الأول بعد 100، ونقلت تفاصيلها صحيفة ميلانو كوريري. ونقلت الصحيفة إن الأطباء في حيرة من أمرهم ولا يجدون تفسيرا لحالة المعمرة الإيطالية، خاصة بعد أن أظهرت الفحوصات إصابتها بالوباء المسبب لمرض كورونا ثم نجاتها منها. ولدت ماريا في 21 تموز عام 1919، وفي خضم تفشي وباء الإنفلونزا الإسبانية، الوباء الأكثر فتكا في تاريخ البشرية. وكان من الطبيعي أن تصاب الطفلة الصغيرة حينها بالوباء الذي أصاب ثلث البشر في ذلك الزمان، لكن ماريا كانت من الذين نجوا منه. وفي الربيع الماضي اجتاحت جائحة كورونا إيطاليا. وتقول الصحيفة الإيطالية نقلا عن ابنتها إن الفحوص أثبتت إصابة والدتها 3 مرات في غضون 9 أشهر. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.